نوجه بالشكر إلى الزملاء النواب وبخاصة إلى الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها. وأتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس بأنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع لهم بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا الحبيب هي الوحيدة والأخيرة. وشكرا. أول شيء بنتمنى له أنه يألفها ويألفها اختصاصيين كل واحد بمركزه حتى يشيلوا هالبلد، لأن تاجر اثنين ثلاثة أربعة خمسة نحن قاعدين عم نشرب قهوة كل يوم مفلسين، يعني عرفت؟ إذا ما إجا هلا حدا اختصاصيين يقيموا البلد معناتها رايحين على انهيار. بنتمنى له التوفيق. النواب يطلعوا يقولوا نحن طلعناه هون يرحمونا، في رحمة هلا 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 بدنا آخر خرطوش لإلهم هيدا، ولا الشعب ليقوم عليهم. It's the same loop عم نمشي فيها مرة بعد مرة. And ما بعتقد كلنا انه حنفل يعني، واخر شيء رح يبقوا هن هون. سو خليهم. That's it. لو بدهم يجيبوا رئيس الحكومة مقلها من السماء من فوق ينزلوه على لبنان، حكومة بلبنان ما حتزبط، لأنه ما في دولة بالأساس. بدك تفتش لما بصير في دولة ساعتها احكي بحكومة وغير حكومة.